أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي التزام الدولة بالعمل على تذليل العقبات ومواجهة التحديات وزيادة جاذبية فرص الاستثمار للاستمرار في تحويل منظومة البحث عن الغاز والبترول إلى وجهة استثمارية جاذبة. وخلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إي جاس، أكد وزير البترول أن جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث عن الغاز والبترول في مصر يعد أولوية قصوى للوزارة في ظل توافر إمكانات واعدة في المنطقة، مما يجذب بالفعل كبريات الشركات العالمية للاستثمار بها. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة. وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة، فضلا عن تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وإيجاد بيئة عمل مواتية أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر بما يسهم في تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. قام جان لي ترون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتكريم وزير المالية أحمد كوجوك بوصفه عميد المديرين التنفيذيين بمجلس الإدارة، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مجلس المحافظين باعتباره محافظا لمصر لدى البنك الآسيوي. وقال جان لي ترون: كوجوك لعب دورا مؤثرا في تنفيذ استراتيجية البنك وتمهيد الطريق لشراكة تنموية أفرو أسيوية. جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزباكستان. أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر. جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك. وأكدت الوزيرة أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر تمثل مبادرات تشاركية بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.